بعد عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء والكتل السياسية والجهات الدولية من أجل تصحيح التوزيع الغير عادل في موازنة 2018 تجاه شعب كردستان بتقليل نسبة حصة الإقليم والبالغة 17% وتخصيصات قوات البيشمركة ضمن الموازنة الاتحادية والمخالفات الدستورية الأخرى. وللأسف الشديد لم يراعى الجزء الأساسي فيما يتعلق بمطالبنا كشريحة أساسية من المجتمع العراقي بسياسة التهميش من خلال ممارسة تمرير والتصويت على قانون الموازنة كقانون اتحادي على مبدأ الأغلبية، حيث كان من المقرر عقد اجتماع الرئاسات الثلاث اليوم لبحث ومناقشة مطالبنا ومطالب الكتل الأخرى لإيجاد حلول مناسبة، ولكن وبالإصرار على عقد الجلسة اليوم تم إجهاض ما تم الاتفاق عليه بخصوص اجتماع الرئاسات. لذلك نطالب الجهات الدولية والمعنية بالتدخل لتصحيح هذا المسار الخاطئ الذي إن استمر سينعكس سلباً على العملية السياسية على حياة شرائح واسعة من المواطنين.